النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها حول الأجواء الحارة التي تسود المملكة. المحاور ستكون حول كما ذكرنا الطقس الحار في عموم المناطق واستمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة وفرصة لبعض زخات الأمطار المتفرقة في بعض المناطق في خاصة ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ويتوضح انتشار الكميات من الغيوم الخفيفة العالية بدون فعالية في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، فيما ساد طقس صافي في باقي المناطق. بالنسبة لخرائط توزيع الكتل الهوائية في عموم منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام، يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية حارة في عموم منطقة بلاد الشام قادمة من شبه الجزيرة العربية. تعمل هذه الكتلة الحارة على استمرار الأجواء الحارة في عموم المناطق. درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل خاصة في المناطق الجبلية العالية وأيضا مناطق السهول، بينما يبقى الطقس دافئ في ساعات الليل في منطقة الأغوار وأيضا البحر الميت، العقبة، المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة البادية. أما بالنسبة للزخات الأمطار المتوقعة أن تهطل ستكون عشوائية الطابع، ستكون خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي في المنطقة، تتركز في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. كما ذكرنا ستكون عشوائية الطابع ومتفرقة وخفيفة الشدة بالمجمل. نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 24 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة حول 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تستقر حول 24 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.